سوف نتعرف على طريقة وكيفية حماية تطبيق على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على بطارية وعناية بالجهاز، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على على حماية التطبيق، وهنا سوف نقوم بإيجاد جميع المعلومات لحماية التطبيق. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.